يا اهلا وسهلا بالجميع على قناه يا ستيشن. رجعنا لكم بحلقه جديده ولوك جديد وايتم جديد. بلاي ستيشن بورت هي احد احدث اصدارات شركه سوني، واليوم راح نجاوب على جميع الاسئله المتعلقه بهذا الجهاز ونتعرف على خصائصه. معكم رامي بي، واليوم راح نحكي عن البلاي ستيشن بورت. البلاي ستيشن بورتال هي ليست كونسول أو جهاز مستقل، بل هي أكسسوري للبلاي ستيشن 5. بتبث الألعاب عن طريق الريموت بلاي بواسطة الواي فاي من البلاي ستيشن 5 إلى البلاي ستيشن بورتال، لحتى تظهر عنا على الشاشة الـ 8 إنش الفول اتش دي. يعني لو حابب تشتري لك بلاي ستيشن بورتال لازم يكون عندك شغلتين، بلاي ستيشن 5 وواي فاي. ومثل ما انتم شايفين البلاي ستيشن بورتال هي عبارة عن يد الدول سنس، ولكن موصلة بشاشة 8 إنش فول اتش دي ال سي دي. عندنا على اليمين أزرار البلاي ستيشن اللي متعودين عليها، اكس دائرة مثلث مربع، عندنا أنالوج للآر 3، الميوت مايك والأوبشن بتن، وعلى اليسار عندنا الأسهم ال 3، الشير بتن والبلاي ستيشن بتن. أما من الأعلى عندنا الأزرار اللي متعودين عليها R1 R2 L1 L2، زائد أزرار تحكم بالصوت، كونكشن بتن والباور بتن. اما بالنسبه للشاشه فمثل ما قلت لكم هي 8 انش فول اتش دي ال سي دي. بصراحه انا كنت خايف من موضوع الشاشه لانه هي ليست اولد، ولكن بعد ما جربتها لاسبوعين بكل رياحه بقدر اقول انه هي من افضل الشاشات اللي انا لعبت عليها، ليست اولد او مش اولد. وبعد ما تعرفنا على شكلها من الخارج وشفنا الازرار، خلينا نجرب نشبكها على البلاي ستيشن 5 ونشوف الانترفيس من الداخل. الاوبشن الوحيد اللي بكون ظاهر عنا هو انه نشبكها على البلاي ستيشن 5، وبنعمل لوجن للبلاي ستيشن اكاونت الخاص فينا، وبعدين بنختار البلاي ستيشن 5 لحتى نشبكها عليه، وحتى بيطلع لك خطوات لكيفيه شبكه على البلاي ستيشن 5، وبس هيك بصير عنا تحكم كامل للبلاي ستيشن 5. طيب خلينا نجي لاهم نقطه وهي الجيم بلاي. انا جربت البلاي ستيشن بورتال لاسبوعين وهاعطيكم رايي بكل صراحه. اهم شيء لازم نعرفه انه الجهاز بيعتمد اعتماد كلي على الواي فاي. لو كونكشن الواي فاي المتاحه عندكم قويه فرح تعيش تجربه يعني ولا اروع، اما لو الواي فاي ضعيف فاللعبه رح تعلق ويكون في لاج وليتنسي يعني، وهتكره اللعبه كلها. على موقع سوني هن كاتبين 5 ام بي او اقل رح نبدا نواجه مشاكل باللاجينج، ولكن انا بصراحه بدات لاحظ اللاج لما وصلت ل 10 او 8 ام بي. طيب نجي للسؤال الاهم واللي بعده، لو نفترض انه الكونكشن ممتازه، هل في ليتنسي بين البلاي ستيشن بورتال والبلاي ستيشن 5؟ فالجواب هو نعم، في تأخير خفيف جدا وغير ملحوظ. يعني أنا جربت عليها مارفل سبايدر مان، EAFC وألعاب غيرها، ما لاحظت أبدا بالفرق أو التأخير. ولكن لما بدأت أني جرب عليها ألعاب شوتينج مثل كول أوف ديوتي أو باتل فيلد، وخاصة كول أوف ديوتي اللي هي ألعاب الشوتينج السريعة، فهون أنت بتقدر تحس بالتأخير ولكن ضئيل جدا. أما بكل الألعاب المتبقية فمستحيل أنك تقدر تلاقي الفرق. وهلأ خلينا نجي لآخر سؤال، هيدا الجهاز لمين؟ طبعا اول شيء قبل ما تشتري الجهاز انت لازم يكون عندك بلاي ستيشن 5، هيدا نحن اتفقنا عليها. بكل بساطه لو انت شخص معظم وقتك برا البيت وبيجي على بالك تلعب العاب البلاي ستيشن 5 فهيدا خيار ممتاز لك. يعني ممكن تكون بالحديقه، ممكن تكون بالكوفي شوب، ممكن تكون بالمكتبه، اي مكان فيه واي فاي ممكن تشبك على البلاي ستيشن 5 دايركت. يعني انا بالنسبه لي البلاي ستيشن بالغرفه ممكن اكون قاعد بالصاله عم بلعب سبايدر مان، واكثر وقت انا بصراحه استمتعت فيه قبل ما انام متمدد على السرير عم بلعب لي جيمين فيفا على البلاي ستيشن بورت بخلص وبنام. يعني الفكره تبعيتها انه وين ما تروح بكون معك البلاي ستيشن 5، باي وقت تفتحها تشبكها على الواي فاي وبتلعب العابك المفضله. وبس هاي كان كل شيء بيتعلق بالبلاي ستيشن بورت. اذا في عندكم اسئله اكتبوا لنا اياها بالكومنت ونحن رح نرد عليكم، واذا حابين تطلبوا وحده لكم فحاترك لكم الرابط بالديسكربشن، بوديكم دايركت على موقع ياي ستيشن يلي بتوفر فيه جميع الاجهزه والمعدات المتعلقه بالجيمرز وصناع المحتوى. فبتمنى تكون عجبتكم حلقه اليوم، ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم رامي بي من قناه ياي ستيشن، بنشوفكم بالحلقه القادمه.